بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. غدا بإذن الله اليوم الختامي لمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية عندما يواجه فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في ختام مباريات كأس العالم للأندية. نتمنى يا رب يكون الختام على أعلى مستوى ويتوج هذا الختام بميدالية برونزية بإذن الله لتكرار إنجاز عام 2006 بعد مشاركة فعالة وجيدة بالنسبة للنادي الأهلي على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات، تسويقيا وفنيا وإداريا وأيضا كمان إعلاميا. رواج كبير جدا من خلال هذه البطولة طوال حوالي 14 يوم في هذه البطولة اللي بدأت من يوم 4 حتى يوم 11 فبراير، ولكن طبعا الأهلي كان موجود في المونديال منذ يوم 30 يناير. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة وعديدة، لكن هنطرح سؤال مهم جدا لكل السادة المشاهدين والكل يدخل يشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال. بعد إيقاف حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا، لو أنت مكان موسيماني وبعد إصابة علي معلول أيضا واستبعاده من التشكيلة في مباراة الغد، إيه التشكيل اللي ممكن يلعب بيه بيتسو موسيماني في مباراة بالميراس غدا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية؟ شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الآراء والمشاركات وكل واحد يقول وجهة نظره بعد استبعاد طبعا أهم ثلاث لعيبة في الفريق علي معلول وحسين الشحات وكهربا. إن شاء الله بإذن الله يكون التشكيلة المستوى المثالية اللي يبدأ بيها بيتسو موسيماني في مباراة الغد اللي هتكون الساعة 5 بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يوضح موقف الشحات وكهربا للفيفا. كمان في ترند الأهلي، موسيماني، الأهلي سيقاتل للعودة للمونديال. وأخيرا الأهلي بزيه التقليدي أمام بالميراس. أهلا بحضراتكم من جديد. لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا موضوعات مهمة جدا وبعض الأخبار المتعلقة بالبعثة استعدادا لمباراة الغد، لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. ترند الترند النهارده عندي ثلاث عناوين بثلاث موضوعات مهمة جدا ومختلفة، عشان في حاجات محتاجين نوضحها للرأي العام ونبرزها عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي في كل عنوان وفي كل موضوع هنتكلم فيه. أول حاجة، وده كان عنوان حلقة النهارده، الأهلي يوضح موقف كهربا والشحات للفيفا بالنسبة طبعا لفكرة اختراق الفقاعة الطبية والقرار اللي صدر من اللجنة المنظمة للفيفا بعد مباراة بايرن ميونخ. بناء طبعا على تعليمات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وبعثة فريق الكرة في المونديال الأندية، قام المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صباح اليوم يوضح فيه موقف اللاعبين حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة. جاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا وطبعا لوائح المنظمة للبطولة وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لا سيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى. أعتقد تصرف واضح جدا وتعليمات كانت مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب عشان توضيح الموقف أمام مسؤولي اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي، تأكيدا طبعا على التزام بعثة النادي الأهلي بالإجراءات الاحترازية. ومهم جدا أن النادي الأهلي يوضح موقفه كمان بخصوص أن هذا التصرف كان تصرف عفوي بالنسبة لحسين الشحات ومحمود كهربا في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وفي دروس مستفادة بالتأكيد من خلال هذه المواقف بقى بالنسبة للفترة اللي جاية، خاصة أن ده أول موقف أو أول مشهد يحدث في فكرة تنفيذ الفقاعة الطبية في بطولات كبيرة زي بطولات العالم. فبالتأكيد إن شاء الله الفترة الجاية يكون في استفادة من هذه الدروس وبالتأكيد كمان مشاركة فعالة زي ما قلت لكم في البداية، في استفادة كثيرة جدا من أمور عديدة جدا من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. بالمناسبة حصل نفس المشهد ونفس الموقف مع فريق أولسان هونداي الكوري داخل فندق الإقامة، وبرضه تمت بعض الإجراءات الاحترازية بعد خروج أحد المدربين من فندق الإقامة بشكل غير يعني شكل كان خاطئ، لكن حصل تدارك للموقف بعد ذلك. في إجراءات معينة في مسألة الفقاعة الطبية، فبالتالي الاتحاد الدولي بيكون حريص على تنفيذها وتنظيمها مع الأندية والبعثات الرسمية اللي بتشارك في الأحداث الرسمية للاتحاد الدولي فيفا. طيب
حكام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي. النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من خلال حساباته الرسمية أعلن عن الأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباراة والمباراة النهائية أيضا. طيب يهمنا طبعا مباراة الأهلي وبالميراس، طبعا طاقم حكام من إفريقيا، حكم الساحة والاثنين مساعدين، ماجيتي نضاي الحكم السنغالي وحكم ساحة، جبرايل قمارة مساعد أول، حاج سامبا مساعد ثاني، ماريوس كوبر حكم جواتيمالا هو حكم الرابع، وده اللي أدار الأولى المباريات للنادي الأهلي مع الدحيل، أيضا كمان حكم الفار داريو فيستشار من كندا، ومساعد حكم فار رضوان جيد الحكم المغربي، وفي حكم رأي احتياطي هيمبرتو بانجوج. طبعا دول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس. بالمناسبة ماجيتي نضاي طبعا مش غريب عن النادي الاهلي، ادار كثيرا من المباريات للاهلي في البطولات الافريقيه، لكن عايز اوضح بس جزئيه، لان النهارده السوشيال ميديا كلها كانت بتسال على فكره ازاي حكم افريقي يدير هذه المباراه. عايز استرجع شويه نقطه كده من الذاكره، عام 2006 لما الاهلي خاض كاس العالم للانديه في اليابان، وكانت مباراه تحديد المركز الثالث والرابع مع كلوب امريكا المكسيكي، كان بيدير هذه المباراه حكم من افريقيا، هو الحكم الجنوب افريقي جيروم دامون، هو ادار هذه المباراه. بالمناسبه يا جماعه، مش معنى ان الاهلي بينتمي للقاره الافريقيه ما يكونش في حكم افريقي بيدير هذه المباريات. اديتكم مثال في 2006 جيروم دامون الحكم الجنوب افريقي، وبالمناسبه عضو لجنه الحكام حاليا في الاتحاد الافريقي، هو اللي ادار هذه المباراه منذ حوالي 14 سنه، فشيء طبيعي جدا. برضو لو نظرنا لمباراه الاهلي وبايرن ميونخ، كان بيديرها حكم عربي، حكم اسيوي، لكن كان حكم عربي، كابتن محمد عبد الله الحكم الاماراتي هو اللي ادار هذه المباريات. لجنه الحكام في الفيفا ما عندهاش فكره المقاييس حكم عربي حكم افريقي حكم اسيوي، هي بتختار من خلال مجموعة حكام تم اختيارهم قبل بداية البطولة بحوالي شهر من المجموعة الأطقم اللي هتشتغل على مدار هذه البطولة. برضو من الجزئيات اللي الناس اتكلمت فيها، طب ليه رضوان جيد ما يديرش المباراة، ده حكم كفء كان يكون أفضل من السنغالي ماجيتي نضاي. برضو عايز أكد في البداية قبل انطلاق البطولة، ولما تم إعلان أسماء الأطقم التحكيمية اللي هتدير المباريات، رضوان جيد الحكم المغربي موجود ضمن قائمة حكام الفار، حكام تقنية الفيديو فقط، ليس من ضمن حكام الساحة اللي هيكونوا موجودين في هذه المباريات. فبالتالي بشرح ووضح للناس عشان ما يكونش فيه أي لغط. حكام الأفارقة بيبقى فيه بعض الأخطاء، لكن مباراة كبيرة زي دي بالمناسبة أنت بتشتغل مع الاتحاد الدولي فيفا، ما بتشتغلش مع الاتحاد الإفريقي، أنت بتشتغل في حدث عالمي، ففي تقنية فار، في تقنية خط المرمى، في تقنية التسلل، يعني أي خطأ بشري نسبة حدوثه قليلة جدا. واردة وممكن تحصل حتى في ظل وجود التقنية، والفيفا قال ده في بروتوكول تقنية الفار، لكن في نفس الوقت قدر الإمكان بتحاول تقلل من الأخطاء. وحكم إفريقي مع النادي الأهلي كمان بطل إفريقيا في الثالث والرابع، كلها حاجات بالمناسبة شيء مميز للقارة الإفريقية وبنسعد بيها للكرة الإفريقية والتحكيم الإفريقي. ربنا إن شاء الله بإذن الله يكرم النادي الأهلي يحقق البرونزية، لأنه حقق البرونزية بكده 2006 وكان في حكم إفريقي بيدير هذه المباراة، ممكن يكون فقل حسن إن شاء الله على البعثة وعلى الفريق في إدارة هذه المباراة. وفي نفس الوقت أيضا لابد أن نسعد بوجود حكم إفريقي في مركز الثالث والرابع وبيدير هذه المباراة في كأس العالم للأندية. طيب الحاجة الثالثة اللي عايز أوضحها برضو، لأن من بعد مباراة بايرن ميونخ وخلال متابعتنا للسوشيال ميديا وخروج بعض المدربين للتعليق على نتيجة المباراة، للأسف كانت معظم التعليقات تعليقات سخيفة بعيدا عن الواقع وبعيدا عن الفنيات وبعيدا عن أن مشاركة الأهلي في هذا الحدث شيء يشرف الكرة المصرية والكرة الإفريقية. أنا ما بقولش الكلام ده من دماغي، ورغم أن امبارح طلعت وشرحت للناس هذا الأمر وقلت نبني على ده، لأن مشاركة الأهلي هنا فيها استفادات كثيرة جدا، والمباراة مش كويسة في كل شيء، ومش عملتش الفنيات اللي هي 100%، لكن في نفس الوقت لعبت ماتش كويس، ما اتغلبتش 8، ما اتغلبتش 7، انت بطل افريقيا، وفي نفس الوقت برضو كنت موجود في الملعب، وتصريحات لاعبي البايرن نفسهم كانوا بيقولوا، والمدير الفني هانز فليك قال وجدنا صعوبة حتى لتأمين النتيجة مبكرا، وأحرزنا الهدف الثاني وارتحنا بعد إحراز الهدف الثاني. لكن هل كلامي ده هو اللي الناس ممكن تاخد بيه، أو كلام طبعا كل الزملاء، أو كلام المدربين حتى اللي أشادوا بالأهلي؟ لا، احنا هنجيب لكم آراء محايدة، ومش أي آراء، أنا بتكلم في آراء لنجوم الكرة العالمية، بتكلم كمان في أساطير الفيفا اللي موجودين في هذا الحدث، وموجودين في أرض المونديال، وموجودين في مؤتمر صحفي بيتكلموا عن مشاركة الأهلي وأداء الأهلي، وإزاي الأهلي قدر يعمل مباريات تشرف الكرة الإفريقية، وإن الكرة المصرية مش مختصرة فقط في محمد صلاح، لا ده في كمان شخصية الأهلي موجودة عشان تثبت إن الكرة المصرية رايحة في إطار جيد جدا، وفي كلام مهم جدا. طيب نسمع صوت وصورة من خلال هذا الفيديو أساطير الفيفا واثنين من أهم نجوم الكرة في العالم، نتابع نشوف قالوا إيه، وعندي تعليق بسيط بعد هذا الفيديو. ترك أداء الأهلي في مباراته في الدور نصف النهائي ضد بايرن ميونخ
انطباعا إيجابيا لدي عن تطور كرة القدم المصرية في السنوات الأخيرة، وعن كيف أن لاعبا عالميا مثل محمد صلاح رفع كرة القدم المصرية إلى مستوى آخر. تبين لي عند مشاهدة مباراة الأهلي يوم أمس أن محمد صلاح ليس فلتة من الظهر، بل هو دليل على الجهد المقدر الذي تقوم به كرة القدم المصرية لتطوير لاعبيها ومستواهم التنافسي، ولا شك لدي في أن ذلك سيتواصل في السنوات المقبلة. time é merecedor de estar jogando essa competição sem dúvida nenhuma. A gente teve a oportunidade de ver. يستحق الأهلي بدون أدنى شك المشاركة في هذه البطولة كأس العالم للأندية. شهدنا فريقا شجاعا يلعب ضد بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي ويهيئ الفرص معظمها بالهجمات المرتدة، إلا أن بايرن ميونخ وكما قلت مسبقا هو أحد أفضل فرق العالم وربما هو الأفضل في الوقت الحالي، وأنا واثق أيضا أن بالميراس سيبذل جهدا كبيرا لأجل إنهاء البطولة في المركز الثالث، فهذا الفريق يملك كل الإمكانيات اللازمة لتقديم أداء عظيم في المباراة. تحدثت في اليوم الماضي مع كاكا الذي أعرب عن إعجابه بالفريق المصري. أتيحت لنا فرصة اللعب ضمن المنتخب البرازيلي ضد المنتخب المصري عام 2009 في بطولة كأس القارات وأدهشنا بمستواه. تطورت كرة القدم المصرية بصورة عظيمة، الوضع كذلك للعديد من فرق كرة القدم في أنحاء مختلفة من العالم، ويولد ذلك حماسا عالميا لكرة القدم. لما نحب نسمع من الأساطير، نسمع من النجوم. أنا بقول خافير ماسكيرانو، أنت بتتكلم عن مدافع برشلونة في عصرها الذهبي ومدافع فريق ليفربول ومدافع طبعا مدافع منتخب الأرجنتين. لما بتكلم على خيليو سيزار حارس البرازيل، منتخب البرازيل الكبير اللي حمل بطولات دولية على مستوى عالي السنوات اللي فاتت، وحارس إنتر ميلان، لاعب في الكرة الإيطالية وكان حارس متميز جدا. فلما بنسمع من الأساطير، لما نعرف تقييمنا أو نعرف أداء الأهلي في البطولة نسمع للأساطير، ما نسمعش لحد تاني، لأن في ناس تانية بتشتغل على الترند، بتشتغل على السوشيال ميديا، ما بتشتغلش على الواقع. من جواها عندها غضاضة أو عندها حزن إن هي مش قادرة تعمل 1% من اللي بيعمله الأهلي في تشريفه للكرة المصرية خلال آخر تحديدا 16 سنة. 6 مشاركات في كأس العالم للأندية. النهارده لما يقول لك خافير ماسكيرانو احنا كنا معتقدين ان صلاح فلتة من فلتات الظهر للكرة المصرية، لكن النادي الاهلي اثبت لنا لا، ان في شغل بيحصل في الكرة المصرية. هنا النادي الاهلي الناس كلها بتتكلم عليه، انا مش بتكلم على ماسكيرانو وعلى خوليو سيزار، ده ايضا كمان كاكا اتكلم على جمهور النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل اكتر واخبار مهمة جدا من مقر بعثة فريق النادي الاهلي. كرة القدم اكثر من مجرد لعبة، لم تمنع الإعاقة البصرية إكرامي أحمد مشجع النادي الأهلي من متابعة مباريات الفريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ودعم مؤازرة الفريق وسط آلاف المشجعين. النادي الأهلي كان بيشرف مصر في هذه البطولة، بطولة كأس العالم للأندية، ومباراته في كأس العالم للأندية كانت على استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، لكن هذا المشهد وهذا الفيديو بيبرز لك حاجة مهمة جدا، الانتماء الحقيقي للنادي الأهلي. إكرامي أحمد ربنا نور بصرك وبصيرتك ويعافيك اللهم أمين بإذن الله. وزي ما قلت في البداية، كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، والانتماء للنادي الأهلي شرف كبير جدا، وتحية كبيرة جدا لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. طيب، وإحنا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي والملحمة اللي قام بيها جمهور النادي الأهلي والتحدي الكبير في هذه البطولة، وبالمناسبة ده مش كلامنا احنا بس، لا ده حتى كاكا نجم منتخب البرازيل حتى في مؤتمر أساطير الفيفا قال تجربة جماهير الأهلي في كأس العالم للأندية تحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة المنظمة للفيفا عشان نشوف هذه الظاهرة إزاي نقدر نستفيد بيها في كرة القدم العالمية في التواصل مع الجماهير خلال الفترة القادمة. إحنا كنا أول من ألقينا الضوء على دور رابطة مشجعي النادي الأهلي في كأس العالم للأندية والتحدي اللي هيقدروا يقوموا بيه قبل انطلاق البطولة ب 72 ساعة. والحمد لله كل ما ذكرناه في البداية حصل على مدار البطولة. لذلك وإحنا بنقترب من المشهد الختامي هنلقي الضوء أيضا على المشهد الختامي اللي ممكن تقوم بيه رابطة مشجعي النادي الأهلي مع الفريق، واللي كان أبرز حدث وأكتر حاجة أسعدتنا خلال هذه البطولة. لذلك في هذه اللحظات أنا برحب بالمستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي من أرض المونديال، محفزا ومؤازرا لفريق النادي الاهلي في المشهد الختامي مع كل الجماهير غدا في استاد المدينه التعليميه. معالي المستشار اهلا بيك وبرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. حبيبي يا استاذ محمد، يا اهلا وسهلا بيك واهلا بقناه بيتنا الكبير، وبجد سعيد ان اكون موجود معاك مره ثانيه قبل الخطوه الاخيره في المونديال، ويا رب يا رب يوفقنا ان شاء الله في اخر خطوه في الميل بتاعنا ونحقق البرونزيه ان شاء الله.
يا فندم احنا اللي بنسعد بيكم وسعداء بوجودكم وتشريفكم ومؤازرتكم ومساندتكم للنادي الاهلي. عملتوا حاله غير طبيعيه، كنتوا سبب رئيسي في هذه البطوله للرواج العالمي اللي حدث في هذه البطوله. الفيفا نفسه بيشيد بيكم، فاحنا اللي بنقدم لكم كل الشكر وكل التقدير على دوركم في هذه البطوله، وده مش غريب دايما على جمهور النادي الاهلي يا معالي المستشار. الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه المظهر اللي احنا ظهرنا بيه. انا عايز اقول لك على حاجه يا محمد، الاهلي ككيان دايما بيوعد جمهوره وبيوفي بوعده، فاقل حاجه ممكن نقدمها له ان احنا نوفي بوعدنا ليه في وجوده في الدوحه. الحمد لله رب العالمين، المظهر اللي ظهرنا بيه بدايه من وصول الفريق للمطار وحتى الان مظهر مشرف جدا لنا كجمهور اهلي وكمصريين. العالم كله بيتحاكى، العالم كله مبسوط بالحاله اللي خلقناها. حتى انا في تواصل بشكل يومي مع اللجنه المنظمه ومع الجهات المعنيه هنا في دوله قطر. الناس سعيده انها قبلت التحدي وراهنت على جمهور الاهلي، وكان الرهان كسبان بشكل كبير جدا الحمد لله فوق التوقعات. وانا يعني برضو عايز اقول لك يا محمد انه ده الفرق ما بين جمهور الاهلي، ما بين الاهلي وما بين اي حد تاني. الحمد لله. الحمد لله. طيب المشهد الختامي غدا، مباراة تحديد الثالث والرابع ومباراة بالميراس البرازيلي، الختام ممكن يبقى ازاي وبتحضروا ازاي لمباراة بكرة بإذن الله؟ مباراة بكرة بالنسبة لنا هي زي نفس البرنامج بتاع كل مباراة. لو انت شفت في البرنامج المباراة الأولى والمباراة الثانية، جمهور الأهلي هو جمهور الأهلي في كل مكان. عندنا برنامج محدد للمباراة بكرة إن شاء الله بأمر الله. هدفنا هو الميدالية البرونزية إن شاء الله بالمركز الثالث. فاحنا ان شاء الله بامر الله هنبدا من اول دقيقه او من قبل حتى من فتره الاحماء للاعبين وحتى نهايه صفاره الحكم، دعم وتشجيع للاعبين وللفريق. وان شاء الله ربنا يتوجنا بامر الله رب العالمين بالفوز وبالمركز الثالث على مستوى العالم. البرنامج طبعا في برنامج ثابت، انا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كده محمد، في برنامج احنا اتدربنا عليه من زمان او من قبل حتى ما بعثه النادي الاهلي توصل، دربنا عليه. بيبدا برنامج ثابت ولكن بيتغير على حسب معطيات المباراه. بنعتمد بشكل كبير جدا ان احنا يكون عندنا في توزيع الجماهير داخل الاستاد والتدريب ما بين الجماهير وبعضيها، انه الواحد فعلا يكون بمليون، وانه قعدنا في الثالثه شمال ولا ما قعدناش في الثالثه شمال يكون الاستاد كله ثالثه شمال. والحمد لله ده ظهر وشفناه في المباراتين اللي فاتوا، وهنكمل ان شاء الله في المباراه بكره ومع الفريق لاخر نفس لغايه لما نحقق طموحنا ان شاء الله. الالف صوتهم صوت مليون. انا هنا في الدوحه الواحد بصوت مليون. الواحد صوت مليون. صحيح. طيب مع طبعا مع العدد، لان احنا خدنا في الاعتبار حتى في التدريبات اللي كنا بنشتغل فيها محمد انه احنا مش حضور عادي، مش حضور الاستاد بطاقته الاستيعابيه كامله، هم 30% بس، وبالتالي هيكون في تباعد اجتماعي، فمفيش كتل جماهيريه هتكون موجوده جنب بعضيها حفاظا على الاجراءات الاحترازيه. فكان اليه او البرنامج كنا متفقين عليه انه يظهر بالشكل ده، انه الواحد فعلا يكون بمليون، وده طبيعي في جمهور الاهلي الواحد بمليون. ربنا يحفظنا ويبارك لهم جميعا يا رب. بكره تذاكر المباراه بالكامل حوالي 13600 تذكره، بنقول 95% اعتقد هيكون جمهور النادي الاهلي بالكامل في ملعب المدينه التعليميه. ان شاء الله بامر الله. اولا هو بكره محمد في مباراتين، المباراه تحديد مركز الثالث والرابع ومباراه النهائي، وهيتلعبوا على ملعب المدينه التعليميه. ان شاء الله احنا المباراه بتاعتنا الاولى. التذاكر اولا كان فيها مرحلتين، مرحله افتتاح الاونلاين ما قبل بدايه البطوله، ودي نسبة 95% زي ما انت قلت خدها جماهير النادي الاهلي، وبعد كده بدات تفتح تدريجيا. انا جالي يعني كان في نقاش بينه وبين حد من مركز التيكتنج في الفيفا، قال الاقبال على لينك التذاكر من جماهير الاهلي تاريخي ما حصلش في اي بطوله سابقه قبل كده. فالكل حريص على الحضور. الحمد لله انا اكاد اجزم انه فوق ال 95% من الجماهير الحاضره بكره في الاستاد ان شاء الله هيكون جماهير النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. معالي المستشار حسام ابو العلا، طبعا رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب في مباراه الغد، والمشهد الختامي يكون على اعلى مستوى زي ما حدث في بدايه انطلاق البطوله. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا الاخبار والمزيد، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وتفاصيل مهمه جدا من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. النهارده خلاص كان التدريب الاساسي والرئيسي للفريق استعدادا لمباراه الغد امام بالميراس في تحديد مباراه المركز الثالث والرابع الساعه 5 المباراه بتوقيت القاهره باذن الله. الفريق خاض النهارده مارانو الظهر، كان في مؤتمر صحفي، كان في اجتماع فني، في تفاصيل عديده وكثيره، لذلك اذهب مباشره الى زميلي العزيز امير هشام موفد قناه الاهلي عشان نتعرف منه على الجديد بالنسبه لاخبار البعثه. واحنا بنتكلم خلاص بقى في المشهد الختامي، فباذن الله ان شاء الله يكون ختامها مسك ويكون في اخبار جيده، ومباراه البكره ان شاء الله يكون كل شيء فيها رائع باذن الله. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة آخر مران للنادي الأهلي هنا في المونديال، انتهى منذ حوالي نصف ساعة قبل دلوقتي تحديدا، وكان مران مهم وهو المران الوحيد والأخير استعدادا لمباراة الغد أمام بالميراس، المباراة اللي هتكون في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت المونديال، 5 بتوقيت القاهرة. الفريق استعد من خلال مران اليوم بشكل قوي جدا، كان واضح أو إن في حماس كبير على وجوه اللاعبين، ومستر بيتسو موسيماني يركز على بعض الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة بمباراة الغد، وكمان يعني ادى عدد كبير جدا من التعليمات على مدار التقسيمه تحديدا مع نهايه المران، تالق عدد كبير جدا في الحقيقه من اللاعبين، والكل جاهز ومركز للهدف الاساسي وهو الفوز بالميداليه البرونزيه، وده هدف بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، والكل بيشتغل على كده في الحقيقه يا محمد. الامور ماشيه بشكل جيد. الغيابات طبعا زي ما احنا عارفين هو حسين الشحات وكهربا، ومناسبه حسين الشحات وكهربا خليني اكلمك شويه على الجزئيه دي، لان النهارده النادي الاهلي ارسل توضيح، والكابتن محمود الخطيب كان حريص قوي على ارسال هذا الخطاب عن طريق طبعا المهندس خالد مشتاجي منسق عام البعثه مع الفيفا، واللي كان حريص على توضيح ان الاهلي بيلتزم جدا بكل الاجراءات الاحترازيه وباللوائح والقوانين اللي بتتعلق بالاتحاد الدولي، وكان حريص كمان على توضيح ان تصرف حسين الشحات وكهربا كان تصرف عفوي، ودي كانت جزئيه مهمه جدا، وكان يعني في تاكيد على وجهه النظر دي تحديدا في خطاب النادي الاهلي اللي تم ارساله صباح اليوم بشكل رسمي، لكن هم خلاص حتى الان هم خارج مباراه الغد، باذن الله الموجودين يعوضوا الغيابات دي، وان شاء الله باذن الله يكونوا يعني على قدر المسؤوليه، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم ان شاء الله يحققوا الهدف المرجو. علي معلول، ودي جزئيه مهمه قوي وحابب اتكلم فيها، وتحديدا بخصوص امكانيه مشاركته في مباراه الغد ولا لا. خليني اقول لك ان الفرص قائمه يا محمد لمشاركه علي معلول في هذه المباراه، في محاولات مستمره ومكثفه من قبل الجهاز الطبي بطبعا قياده الدكتور اشرف او الدكتور طبعا احمد ابو عبله، والجزئيه دي في تركيز عليها كبير جدا، وفي حرص ومحاولات مكثفه لتجهيز علي معلول ان هو يلعب هذه المباراه. لسه بكره الموقف يتضح بشكل نهائي، لكن الفرص قائمة، ودي جزئية حبيت بس أأكد عليها معاك بخصوص علي معلول. فيما عدا ذلك الأمور طبيعية، من في الغالب كده هيكون في بعض التغييرات في تشكيل النادي الأهلي غدا، بخلاف طبعا البدلاء اللي هيكونوا على حساب كهربا والشحات، واضح ان هيكون في شكل تكتيكي مختلف شويه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني في هذه المباراه، ده كان واضح خلال التدريب النهارده بالتحديد في التقسيمه، لكن في كل الاحوال الله اعلم ايه اللي هيحصل بكره، هنشوف مستر بيتسو موسيماني هيستقر على ايه في النهايه. النهارده طبعا كان يوم مليء بالاحداث، كان في اجتماع فني الصبح، وكان في طبعا المسحه الطبيه الخاصه بالبعثه بالكامل، وكان في المؤتمر الصحفي اللي كان فيه عدد من التصريحات سواء لبيتسو موسيماني او محمد الشناوي، المؤتمر ده كان في استاد المدينه التعليميه. بعد الوصول للفندق في هذه اللحظات خلاص كل لاعب يعني راح للغرفه بتاعته، بعد شويه هيكون في العشاء بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، والنهارده كمان كان في محاضره فنيه من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين بخصوص نقاط القوه والضعف لفريق بالميراس. يا رب نتمنى لهم التوفيق في مباراه الغد، ويقدروا يسعدوا جماهير الاهلي باذن الله. لو في اي استفسار انا معاك يا محمد. اتفضل. طيب امير، انت قلت لنا معلومه مهمه جدا وطمنتنا، يعني في امكانيه ان شاء الله احتمال يكون علي معلول موجود في مباراه الغد، وده يعني اكد يعني معنى كلامك ان التصريحات حتى اللي صدرت خلال الساعات الاخيره بخصوص ان علي معلول هيغيب من 10 ايام ل 15 يوم، اعتقد كده تصريحات غير دقيقه.
خليني أأكد عليك مرة تانية في الجزئية دي يا محمد، الفرص قائمة بالنسبة للحاق علي معلول بمباراة الغد، فرص قائمة، المحاولات مكثفة، قد تنجح هذه المحاولات وقد لا تنجح، قد لا يستطيع علي معلول اللحاق بهذه المباراة، لكن اللي أنا أقدر أكده عليك إن في محاولات مكثفة لتجهيز علي معلول للمشاركة في مباراة الغد. هنشوف المحاولات دي هتنجح ولا لأ، هتبان بقى التأكيد أو الخبر الأكيد هيبان بكرة بإذن الله الصبح. تمام. على حسب حالة علي معلول، هل في آلام؟ ما فيش آلام، كل الأمور دي كل الأمور دي بتتعلق بالجهاز الطبي، طبعا عاملين جهد أكثر من رائع في الحقيقة، سواء بداية من إصابة بدر بنون قبل أول مباراة، مرورا بعلي معلول دلوقتي، ففي محاولات مكثفة، نتمنى أن المحاولات دي تنجح بإذن الله ويلحق علي معلول بهذه المباراة. تمام، أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. قدر الإمكان بنحاول نقربكم شوية من الصورة، من المشهد، من مقر إقامة البعثة، أبرز الأخبار، التفاصيل، إمكانية مشاركة علي معلول، بنحاول قدر الإمكان نحطكم في التفاصيل مع بعثة فريق النادي الأهلي. لكن إن شاء الله بإذن الله غدا أيا كانت الغيابات هيكون في 11 راجل في الملعب يختموا البطولة بشكل طيب، عشان مشهد الختام مهم جدا في ظل حضور مميز جدا هيكون لجماهير النادي الأهلي في ملعب المدينة التعليمية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا كلام كتير ولكن في ترند الأهلي ومحتوى السوشيال ميديا والحديث عن استعدادات الأهلي لمباراة بالميراس غدا الخميس الساعة 5 بتوقيت القاهرة. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند الأهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا قبل مواجهة بالميراس غدا في تحديد المركز الثالث والرابع. نروح مع بعض من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تويتر، هنقوا ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، هابي بيرثدي. طبعا ياسر إبراهيم تم 28 سنة ومدافع فريق النادي الأهلي، ولعب مباراة بايرن ميونخ بعد إصابة علي معلول. جود لك، كل التوفيق يا رب لي ياسر إبراهيم في مباراة تحديد المركز الثالث إن شاء الله غدا أمام فريق بالميراس. طيب نكمل مع بعض، وموجود من خلال الحساب الرسمي لسبورت 360 مصرية بيتكلموا على قبل مواجهة بالميراس، مواجهات الأهلي ضد الأندية البرازيلية في مونديال الأندية. مواجهة الغد هي المواجهة الثالثة للأهلي مع الأندية البرازيلية، سبق للأهلي في 2006 لاعب مع انترناسيونال البرازيلي والأهلي خسر 2-1 وعمل مباراة كبيرة جدا، سجل هدف الأهلي النجم الأنجولي فيلافيو، وفي 2012 خسر الأهلي من كورنسيانس البرازيلي بهدف دون رد. لكن في 2006 الأهلي قدر يحصد الميدالية البرونزية بعد ما فاز طبعا على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف. طيب الصفحة الرسمية في الجول اتكلموا على أرقام رافائيل فيجا أحد أبرز لاعبي بالميراس قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، لعب 29 مباراة، ساهم في 16 هدف، سجل 15 وصنع هدف وحيد فقط. طبعا أنا لو هكلمكم على فريق بالميراس، القائمة فيها 23 لاعب، 20 لاعب برازيلي وثلاث لاعبين من خارج البرازيل. والمناسبة الثلاث لاعبين المجنسين أو اللي بيلعبوا من خارج البرازيل هم طبعا لاعبين من أمريكا اللاتينية وكلهم في خط الدفاع، بنجامين كونستينش من تشيلي، جوستافو جوميز من باراغواي، وماتياس فينا من أوروغواي. فإذا فريق بالميراس بيعتمد حتى في تعاقدات الاحتراف مع لاعبي أمريكا اللاتينية وهيكونوا موجودين في مباراة الغد أمام النادي الأهلي. طيب كمان معانا من حساب المصري الرياضي بيتكلم على تصنيف أقوى الأندية سواء عربيا أو حتى إفريقيا. التصنيف ده من خلال موقع فوتبول داتابيز بيتكلم عن النادي الأهلي بيتصدر الدول العربية والإفريقية وبيتفوق 100 مركز عن الزمالك. ده من الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي، واتكلموا على أن طبعا في أحد التصنيف لأقوى أندية العالم في فبراير 2021 تصدر نادي بايرن ميونخ متفوقا ب 2083 نقطة، يليه مانشستر سيتي 1999 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد 1964. أما على مستوى الأندية العربية والإفريقية النادي الأهلي متصدر في المركز 36 عالميا، يليه الهلال السعودي كأحد الأندية الآسيوية المتصدرة، ثم الترجي والدحيل، وبعد ذلك يجي مازيمبي والسد القطري، والسابع طبعا نادي الزمالك، بعد كده كرابع إفريقيا بفارق 100 مركز عن النادي الأهلي. طيب ده جزء متعلق جدا بفكره ترند الاهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا. طيب نروح بقى للمشاركات في الاجابه على السؤال، لو انت مكان موسيماني وبعد ايقاف كهربا والشحات واصابه معلول، ايه التشكيل اللي ممكن الاهلي يلعب بيه مباراه بالميراس؟ علي الشربيني بيقول نبدا بالشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ايمن باك شمال، ديانج وحمد فتحي، افشه، طاهر بواليا، محمد شريف. عبده بيقول نبدأ بالشناوي، أيمن أشرف، بدر بنون، ياسر إبراهيم، محمد هاني،
ديانج السولية، أفشة، طاهر، بوالي، يا شريف، والله الموفق بإذن الله. آراء أخرى معانا، أبو هيثم الأسواني بيقول نبدأ بالشناوي، أيمن أشرف، بدر بنون، ياسر إبراهيم، محمد هاني، السولية وحمدي فتحي، طاهر، شريف، صلاح محسن، محمد مجدي، أفشة. مجدي بيقول نبدأ بالشناوي، هاني، بدر، ياسر، أيمن، ديانج، حمدي، أفشة، طاهر، شريف، بوالية. في اختلاف في عدد من المراكز لكن الكل متفق على خط الدفاع وحراسة المرمى. أحمد ميشو بيقول الشناوي، ياسر، بدر، هاني، أيمن، حمدي فتحي، ديانج، أفشة، طاهر، بوالية، محمد شريف. يوسف كمال بيقول الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، بدري بنون، أحمد رمضان بيكهام، السولية وديانج، أفشة، طاهر، شريف، بوالية. طيب دي كانت مجموعة من الآراء والمشاركات. لو أنت مكان بيتس موسيماني إزاي هتتعامل في تشكيل مباراة الغد أمام فريق بالميراس؟ كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في المشهد الختامي لكأس العالم للأندية. نقدر نعمل مباراة كبيرة، لما لا نحقق إنجاز 2006 ونقرر الفوز بالبرونزية ويكون إنجاز تاريخي في المشاركة الستة لفريق النادي الأهلي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.